في مقبرة جد حفص. طلقات وسيل الدموع تصل إلى مقبرة جد حفص. طلقات وسيل الدموع تصل إلى مقبرة جد حفص أثناء كسار فاتحة الشهيد الحاج علي الديهي في ختام مراسم تشييع الشهيد علي الديهي. وساب غط مدر بالمقبرة يتم اطلاق مسيلات الدموع. انظروا للجميع انهم يختنقون من مسيلات الدموع التي اطلقتها قوات المرتزقة. هاهم المعزون ينسحبون من المقبرة. وقف مكان صح. لا زال الطلق متواصل الآن داخل المقبرة. الطلقة الآن تسقط داخل المقبرة. الطلقة تسقط داخل المقبرة. إن كانوا لم يحترموا حرمة الأحياء فكيف يحترمون حرمة الأموات؟ وهناك طلقة أخرى في المقبرة أيضا.